بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقلنا إن هذه الآية هي الآية الثالثة في قصة سيدنا هود عليه السلام الذي سميت باسمه السورة، حينما قال الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا. أول شيء يبدأ به أي رسول ينزل إلى أمة أن يصحح العقيدة في قمتها، وهم يؤمنوا بإله واحد يتلقون عنه افعل ولا تفعل، وذلك هو معنى العبادة. والسطحيون الذين يريدون أن يقوقعوا الإسلام في طقوس الصلاة والصوم والزكاة والحج إنما يريدون أن يجعلوا من الإسلام مجرد طقوس معزولة عن حركة الحياة، وهم يخافون من دخول الإسلام في حركة الحياة، لأن الإسلام حينما دخل في حركة الحياة غزا الدنيا كلها وحارب حضارتين عريقتين: حضارة الفرس في الشرق وحضارة الرومان في الغرب. وهؤلاء كانوا أمما لهم حضارات وثقافات وقوانين، ومع ذلك جاء قوم من البدو الأميين يقود عقيدتهم رجل أمي أرسله الله فيطيح بكل هؤلاء نظما وحضارات وثقافات وارتقاءات بمستوى الحياة عند مستوى طموح العقول. يريد هؤلاء أن يقوقعوا الإسلام في العبادة ليعزلوه عن حركة الحياة، فنقول لهم: لا، العبادة معناها أن يوجد عابد لمعبود حق، ومعنى العبادة أن يطيع العابد أوامر المعبود، وأوامر المعبود تتمثل في افعل كذا ولا تفعل كذا، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو على الإباحة، إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعل، وبفعله وعدم فعله لا يفسد الكون. إذن فالعبادة كل أمر صادر من الله، فلا تعزلوها في الطقوس، لأن الطقوس نص رسول الله عنها بأنها ليست هي الإسلام، وإنما هي الأركان التي بني عليها الإسلام. إذن فالإسلام شيء وأركانه شيء آخر، وما دمت قال الرسول بني الإسلام على خمس، فلا بد أن يكون الإسلام المبني على هذه الأركان غير هذه الأركان. وما دام غير هذه الأركان فما هو إذن؟ هو كل حركة في الحياة. الحق سبحانه وتعالى حينما قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أخرجهم إلى صلاة جامعة من عمل دنيوي بحت وهو البيع، فلم ينادهم من فراغ ليقول لهم صلوا، لما قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ذلك أمر، وذروا البيع هذا أمر آخر. وتجد الدقة الأدائية في القرآن حينما قال: وذروا البيع، أنذروا البيع ولا نذروا غيره؟ ألا ندعوا الزراعة؟ ألا ندعوا الشراء؟ ألا ندعوا الصناعة؟ ألا ندعوا أنشطة الحياة؟ قال: لا، إذا قيل لك وذروا البيع، والبيع قمة حركة الحياة، لأن حركة الحياة إما إنتاج لأشياء وإما استهلاك لأشياء، والبيع والشراء هو الواسطة بينهما.
فإذا كان الله يطلبنا من البيع وهو قمة الحركة الجامعة للإنتاج وللاستهلاك، فإذا كانت الجامعة للإنتاج والاستهلاك فلماذا لم يكن الشراء؟ دعوا الشراء. قال لا، لأن المشتري قد يشتري وهو كاره ولكن البائع يبيع وهو محب. فأراد الله أن نترك الأمر المحمود الذي ثمرته عاجلة في البيع، ربح عاجل، فلا أن نترك الذي ربحه آجل بعد سنة أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة من باب أولى. إذا ذلك أمر وذلك أمر. ثم قال بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. أمر آخر. إذا الانتشار في الأرض بعد الصلاة هو في العبادة كما يقول: اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا فالإسلام يأتي ليضمن نشاط الحركة الحياتية في الدنيا، وإذا ضمن نشاط الحركة الحياتية في الدنيا يقول لهم، وعلى الذين يقولون إن الإسلام هو العبادة يقول لهم: نوافقكم، العبادة منها الصلاة، وإذا أردت أن أصلي ماذا أفعل؟ لابد أن تكون لي قوة وأدي بها الفعل، والقوة فرع القوت، والقوت أقله رغيف وملح. رغيف وملح لو سلسلته لانتظم كل حركة الحياة. رغيف من أين؟ من المخبز. مخبز من أين؟ من المطحن. مطحن من أين؟ من مخازن الغلال. غلال من أين؟ من الحقول. حقول من أين؟ من الزارع. بأي شيء زرع، وبأي شيء سقى، وبأي شيء حرث، وبأي شيء حصد. إذا كل ذلك مستوعب لتقيم الصلاة. إذا فالإسلام لا بد أن ينتظم كل حركة من حركات الحياة. والذين ساعدهم على ذلك هو أن الفقهاء حينما بوّبوا الأحكام قالوا: قسم العبادات، وذكروا الصلاة والصوم والزكاة والإيه؟ الحج. وبعد ذلك جاءوا في الآخر وقالوا: قسم المعاملات. فظن الناس أن العبادة هي هذه، والعبادات كل هذه وهذه. اعبدوا الله. ثم قال: كان من الواجب في الآية الثانية أن أطلب أنا منكم الأجر على ما قدمت لكم. والأجر إنما يدفع مقابل الانتفاق، لأننا قلنا: إن أخذت العين واشتريتها يبقى ده بيع، وإن تركت العين لصاحبها وانتفعت بها يسمى استئجار. فكان من الواجب ما دام أقدم لكم أنني أخذ أجر، ومع ذلك أنا لا أكلفكم أجرا. لماذا؟ لأن الأجر مقابل النفع، وهو مقدر بقدر المنتفع النافع، ولكن الذي يقدر على أجر تعليمكم للدين لست أنتم، لأن قدرتكم محدودة. قدرتكم محدودة، فأنا أريد أجري من ربي. إن أجري إلا على الله، جعلها أجر إيه؟ أجر غالي. وبعد ذلك قال: يا قوم استغفروا ربكم، والاستغفار لا يكون إلا عن ذنوب سبقت. وإذا كان هذا هو الرسول أول ما قال: أي الذنوب؟ أي الذنوب التي ارتكبتها مخالفة لما كان من نبي قبلي، أو الذنوب اللي كانت بالفطرة أنت عملتوها؟ استغفروا ربكم، بدل الذنوب الماضية ثم توبوا إليه فلا تنشئوا ذنوبا جديدة. ماذا تكون الحصيلة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. نقول له: هذه أسباب وكونيات. كون السماء تمطر دي أسباب كونية ماشية، ما للمسألة الاستغفار. لأن لا، إن مالك ناصية القول جماده ونباته وحيوانه قادر أن يخرج الأشياء عن طبيعتها. فإذا كان غيم جاي وتحسب أنه ممطر يقول لك: لا ما يمطرش، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. إذا فلا تأخذ الأسباب على أنها أسباب رتابة، وإنما رب الأسباب يملكها، فإن شاء فعل كذا وإن شاء فعل كذا. فإذا ما أن عبدت الله العبادة التي تنتظم كل حركة الحياة وأنشأك في الأرض واستعمرك فيها، الله يرسل السماء برضو بالأسباب. كيف؟ أنك إذا كان الله طلب منا أن نعمر الأرض
اول عمارتها اننا نوفر القوت للناس علشان يستطيعون القيام بطقوس عبادتهم. توفير القوت، نعلم ان القوت من جنس الارض، يبقى لازم نزرع، نزرع شوية خضرة ونرويهم باي شكل. حينما تخرج الخضرة الى الجو تمتد يدها الضارعة المسبحة الساجدة الى السماء فيمطرها الله، فنأخذ نحن بجوار امطاره لا رزق لنا من الماء. اذا كلها لازم تمشي، يرسل السماء عليكم مدرارا، والسماء هي كل ما عليك. السماء اللي هي الطبقات دي سبع سماوات مش هي اللي بتنزل، لا، كل ما عليك فاظلك يسمى سماء. لكن السماء العليا دي موضوع اخر، وكل الاشياء ايه دونها. انظروا الى من كان يظن ان لن ينصره الله فلينبت بسبب الى السماء. اللي معتقد ان الله لا ينصر رسوله يعمل ايه؟ يجيب حبل ويربطه في السماء ويعلق نفسه فيه، وبعد ذلك يسقط زي ابن بنشلق كده. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، سيموت يغيظ ويفضل في كل موته بغيظكم. فلينظر يجيب حبل يربطه في السماء، لا في السقف بتاعنا اللي نتناوله ونقدر نربط فيه حبل عشان نعمل مشنقه. هنربط في السماء العليا ازاي؟ نبقى نلقي شيء اظلنا من سقف او غيره او غيره. يرسل السماء عليكم مدرارا، والمدرار هو الذي يدر بتتابع لا ضرر فيه، لانه قد ينزل بطغيان كما فتح الله ابواب السماء بماء منهمر فكان السبب في ايه؟ في كذا وكذا. اذا المدرار ان يتوالى امطار السماء تواليا ايه؟ مصلحا لا مفسدا. ولذلك كان يقول رسول الله حين انزل مطر: اللهم حوالينا ولا علينا. يرسل السماء عليكم مدرارا. ومتى ارسل السماء مدرارا؟ متتابعا، تتابعا يصلح الارض تخضر وتطلع الاشياء والدنيا تعمر وهو الى اخره. يبقى نزداد قوه ولا ما نزدادش قوه؟ نزداد قوه الى اخره. وان تولينا نبقى اجرمنا في حق انفسنا. لماذا؟ لان اجرام العبد انما يعود على نفسه. لا تظن ان اجرام اي عبد بكفر او بمعصيه يعود على احد الا على نفسه، ولكن الناس انفسهم يظلمون. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا ردا على ما قال: يا هود ما جئتنا ببينة. نفوا ان يكون هود قد جاء ببينة، والبينة هي الامارة الدالة على صدق الرسول. هنا صحيح ما ذكرش معجزة هود، وذكر المعجزة في مثلا في صالح، ذكر معجزة صالح، في مثلا نوح ذكر المعجزة بتاعته في الطوفان، كل رسول ذكر له ايه؟ موسى مثلا ضرب البحر فانطلق، مثلا ابراهيم القي في النار فقال الله كوني بردا وسلاما، عيسى احيا الموتى وابراء الاكمه والابرص. نجد هود لوحده هو اللي قص واجبته ما جاتش. فقال: يا هود ما جئتنا ايه ببينة. اعلموا ان كل الرسل يشتركون في معجزة واحدة، ثم يخص الله بعض الرسل بمعجزة اخرى على المعجزة العامة. ايه هي المعجزة العامة دي؟ انك الرسول الذي يرسله الله، يرسله الله بعد ان يقوم الفساد. لاننا قلنا ان النفس الانسانية الواحدة فيها وازع من نفسها، فتكون له نفس لوامة، يعمل المعصية وبعدين يتوب ويرجع. فان كان هو ما عادش عنده نفس لوامة، غيره في المجتمع ينصحه، يبقى المجتمع ما فسدش. يبقى ان فسد الفرد فلم تكن له نفس لوامة، يبقى لا يرسل مين؟ فاذا فسد المجتمع ولم يعد فيه من يأمر بمعروف او ينهى عن منكر، انطمت الايه؟ المصيبة وعم الفساد. يبقى لابد ان تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جديدة. اذا فالرسول لا يأتي الا وقد عم الفساد، وكان ولا بد للسماء ان تتدخل. ومدام عم الفساد
يبقى فيه مفسدين منتفعين بالفساد ولا لا؟ لو لم يكونوا منتفعين بالفساد لما استمر الفساد. أي منتفعون بالفساد حينما ينزل الله منهجا جديدا يجذب فسادهم ويوقفهم عند حدهم. ماذا يكون موقف هؤلاء من الرسول؟ لا شك أنهم يدافعون عن مصالحهم وعن بقاء الفساد لأنهم لا يعيشون إلا عن الفساد. إذن فلا بد أن يتكتلوا ضده، والقادر على الفساد لا بد أن يكون جبارا، له طغيان، له نفوذ، له سيطرة. طيب إذا جاء الرسول فماذا وقال؟ أنا جئت لأثبت ميزان الله في الأرض وأنهي الفساد وأقضي على المفسدين. يبقى هم اللي يعادوه ويعادونه بشراسة، وبشراسة يعملوا إيه؟ يبطلوا منهجه ليتخلصوا منه. أروني رسولا وقف هذا الموقف من أمته ومع ذلك قدر عليه المفسدون ليتخلصوا من منهجه أولا أو من ذاته ثانيا. تلك هي المعجزة. ولذلك يقول لي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فوالله توكل أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم هم ثم كيدوني. إن كنت جدعان صحيح أدينوا قدامكم وأنا بحارب الفساد وأنتم أهل سيطرة وأهل جبروت وأهل طغيان، يلا اعملوا إيه؟ موتوني. يبقى ده تحدي ولا مش تحدي؟ تلك هي المعجزة العامة في كل رسول، أنه يتحدى أهل الطغيان في أن يبطلوا منهجه ويطفئوا نور الله في يده أو أن يخلصوا الدنيا منه ويقتلوه. ما حدث هذا أبدا. تلك هي معجزة من؟ هي معجزته التي يقول القرآن فيها ما يقول. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. هل صحيح ما جاش ببينة؟ لا، أهل البينة بيتحداكم يقفوا قدامه كده ويقتلوه. هذا التحدي، وتحدي من قادرين عليه لأنهم أهل طغيان وأهل إيه؟ وأهل بطش. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم ألم يأتي بالمعجزة الجامعة الشاملة التي كانت في يده وستظل معجزة إلى أن تقوم الساعة؟ كل رسول جاء بمعجزة كونية حسية انتهى أمدها بوقوعها. لولا أن القرآن يخبرنا بها ما صدقناها. يعني كعود السقاب يشتعل مرة واحدة ثم ينطفئ. فمثلا ليس يدري الأكمة هو الأبرص، اللي شافه يؤمن به. موسى ضرب البحر بالعصا فانفلق وفاد، اللي شافها يؤمن إيه؟ وانتهت ولا ما انتهتش؟ لكن القرآن بقي إلى أن تقوم الساعة. يستطيع كل واحد من أمة محمد أن يقول قبل أن تقوم الساعة محمد رسول الله وتلك معجزته. ليه؟ لأنه جاي رسول عام، رسول ما فيش بعد رسول، فلا بد أن تكون معجزته من الجنس الإيه؟ الباق. جه ومع ذلك يقولوا إيه؟ ماذا قال؟ قالوا لن نؤمن لك حتى إيه؟ تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها إيه؟ تفجر. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت. كلها مسائل إيه؟ حسية. وبعدين يقول أولم يكفيهم أنا نزلنا عليك الكتاب يتلى يتتابع ما ينتهيش. لو عملنا لك جنة وعملنا لك أمرك في مرة وانتهت، إنما ده إيه؟ متتابع. ومع ذلك إيه؟ ومع ذلك كذاب. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا. بيسموها آلهة لأنها معبودة. تسميتهم آلهة وأنها معبودة مردود عليه بالقياس المنطقي. ليه؟ لأن ما دام آلهة تكون معبودة، طب المعبود ده مش له منهج نعبده به؟ يقول اعملوا كذا واعملوا كذا. طيب ما منهج الاصنام؟ ماذا قالت لكم الاصنام؟ قالت لكم اعملوا ايه وما تعملوش ايه؟ تبقى اله معبود بلا منهج يبقى ما فيش عباده خالص. امال انتوا عاملين عليه عباده؟ ده العباده بس انه يعتقدوا فيها انها هي تضر وتنفع وانها كذا وكذا. ليه؟ قال لك لان دي ديانه سهله قوي. اذا كنت تعتقد بان دول الهه وبعدين الالهه ما لهاش اوامر
لا تقول لك كيف عالدي ولا تبقى عالدي وتتركك على حريتك. يبقى دين كويس ده ولا مش كويس؟ ملوش تبعات ابدا، ولا يحمد نفسك عن حاجه اللي انت عايزه اعمله وتبقى مؤمن بلك الهه ولا لا؟ اذا فالفطره الفولادي بان كل انسان لا بد ان يكون له قوه مألوه له، بس القوه المألوه لها لها طلبات تحد من شهوات نفسك ولا ملهاش طلبات؟ اللي لها طلبات تحد من شهوات نفسك وتبقى دي صعبه عليه، واللي ملهاش طلبات تبقى الهه كويسه قوي. وهذا هو حجه كل ادعاء نبوه او ادعاء مهدية في هذا العصر. يقول لك ايه يا اخي؟ اختلط مع النساء، اشرب مش عارف ايه، يعني يقول لك يا سلام ده زينة حلوة دي قوي. يبقى بده يقنع نفسه بانه ايه؟ انه متدين، وبعدين ياخد ايه؟ ياخد راحته. يبقى دي ديانة كويسة. ولذلك تجد كثير من المثقفين قال يبقى بهائي، قال يبقى قديانج، قال يبقى تبع واحد مش عارف ايه يبيح الاختلاط ويبيح كذا. ليه التاني؟ قال لك هو بيقنع نفسه انه تبع ايه؟ تبع دين، ولكن الدين ما طلبش منه ايه؟ ما طلبش منه لا اوامر ولا نواهي. يبقى دين كويس ده ولا مش كويس؟ يبقى كويس قوي. وما نحن بتاركي الهتنا عن ايه؟ عن قولك. تاركي الهتنا عن قولك، عن هنا بمعنى ايه؟ ما هياش بمعنى عن يعني كده، بسبب قولك. تبقى عن هنا ايه؟ سببيه. وما نحن بتاركي الهتنا بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب قولك. وما نحن لك بمؤمنين، ما نحن لك بمؤمنين، لك بمؤمنين. احنا قلنا ان آمنة تأتي بمعاني متعددة، فان عديتها بنفسها يبقى آمنهم من خوف، آمنهم من خوف، هذه واحدة. وان عديتها بالحرف، فإن كان الحرف هو البيه يبقى اعتقدته، آمنت بمين؟ بالله، اعتقدته. وإن عديتها باللام يبقى بمعنى التصديق. وما نحن لك إيه؟ بمؤمنين، أي بمصدقين. يبقى آمن، إن تعدت بنفسها يبقى معناها آمنهم من خوف، وإن تعدت بالباء يبقى اعتقاد الألوهية، وإن تعدت باللام يبقى معناها الإيه؟ التصديق. لما أولاد يعقوب قالوا يبعث معانا يوسف، قالوا ان يوسف احنا خدنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند ايه؟ فاكله الذئب. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمؤمن يعني بمصدق لنا. وما نحن لك بمؤمنين. هناك الايه هناك وما امن من الا ذريه من ايه؟ من قوم على خوف من فرعون وملئه ان يفتنهم. لا مظبوط. وما نحن لك بمؤمنين ان نقول ان، احنا نعرف ان ان دي شرطيه، شرطيه يعني يجي بعدها جمله شرط وبعدها يا رب شرط. فان لم يكن كذلك تبقى ان هنا بمعنى النفس. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، يعني ايه؟ ما هن امهاتهم، ان امهاتهم يعني ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم. ان نقول اي ما نقول، يبقى ان هنا بمعنى ايه؟ النفس. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إلا هنا أداة استثناء، وما دام توجد أداة الاستثناء يبقى لازم يوجد مستثنى منه. قام القوم إلا زيد، يبقى المستثنى منه القوم، وزيد هو الإيه؟ المستثنى. طب إلا هنا، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ما نقول إلا هذا القول. أم قال لك كل فعل من الأفعال له مصدر، فقال مصدره يقال، وضرب مصدره له مصدر، وله ظرف أي يقع فيه، وله حال يقع عليه، كل فعل. فإذا رأيت استثناء لم يذكر فيه صراحة المستثنى منه، فاعلم أن واحد من الثلاثة، إما أن يكون المصدر زي الآية دي، إن نقول إلا اعتراك، ما نقول قولا إلا قولنا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يبقى خدنا قول منين؟ من كلمة نقول. إن نقول إلا اعتراك بعض ما نقول قولا إلا هذا القول، وهو اعتراك بعض آلهتنا بسوء.
زي ما قلنا ما نحن بميتين الا موتتنا الاولى. ما نحن بميتين اي موتا الا موتتنا. تبقى تاخدها كده من الايه ضربت عليه نزلته اينما سقطوا الا بحبل من الله. ضربت عليهم الذلة في كل حال من الأحوال إلا حال أن يكونوا متمسكين بمين؟ بحبل الله. يبقى إذا وجدت أداة استثناء وقبلها فعل وليس يوجد المستثنى منه فاعلم أن المستثنى إما أن يكون مصدر الفعل وإما أن يكون الظرف للفعل وإما أن يكون الحال لمين؟ للفعل. يبقى على هذا معنى الآية ما نقول لك قولا إلا قول اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ليه؟ لأنك سفهتهم وأبطلت ألوهيتهم وجبت إله جديد من عندك فدي آلهتنا غضبت وعملت إيه؟ بسوء. وما السوء الذي يراد؟ الجنون. اعتراك بعض آلهتنا بسوء فقعدت تخلط بقى في الكلام وتجيب كلام ملوش إيه؟ قال إني أشهد الله الذي أرسله وما يمكن يرسل ولا يحميش. يرسل رسولا ويحميه. يحمي ايه؟ يحمي ذاته ويحمي عقله لانه بيدير كيفية الاداء والبلاغ عن مين؟ عن الله. ولذلك لما قالوا ده مجنون النبي قالوا ايه؟ ما انت بنعمة ربك بايه؟ بمجنون وانك لعلى خلق عظيم. هو المجنون يبقى له خلق؟ ميبقاش له خلق. نعم. قال اني اشهد الله. وانتم مش حلو ايضا يعني ارجعوا الى فطرتكم السليمة وشوفوا انا مجنون ولا مش مجنون. واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه من دون الله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تلك معجزة هود. كيدوني جميعا انا واحد وانتم كسرة وكسرة طاغية متجبرة وانا لوحدي فان كنت صحيح انا زي ما بتقولي كيدوني جميعا وموتوني واخلصوا مني. دي تحدي ولا مش تحدي؟ وهل المعجزة الا تحدي؟ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. طب بيقولها كده لا لان صعب بيقولها فكيدوني جميعا متأكد من قوله اشهد الله. متأكد من دي ما يرمهاش جزافا ابدا. ما فيش واحد يجازب بحياته كده كلمة يقول كيدوني جميعا وموتوني ويقتلوني ولا تنظروني الا اذا كان ايه اوي الى ركن ايه الى ركن شديد. وان الذي ينطق بالكلمة لازم يكون مؤمن بان له قدرة على نفاذ الكلمة والا. ولذلك شهد الله انه لا اله الا هو. اول من شهد بالالوهية مين؟ الله. شهد الله الله موقن بانه لا اله الا هو. ليه؟ ان حتى اذا القى امرا لكائن ان يكون علم انه منفذ منفذ. مفيش كلام لان مفيش اله ثاني. لكن لو ما كانش فيه الايمان ده ما كانش فيه. يبقى قال ايه؟ اني توكلت على الله. وما دام اني توكلت على الله الذي اشهدته اول الايه وهو ارسلني وهو يحميني لانه ما كان له ان يرسل رسولا ليمكن منه قوم يزيحوه من حركه الرساله. اني توكلت على الله ربي وربكم. بس انا وانت ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها. مش انا وانتم بس، كل دابة تدب في الارض ولها حركة ولها حرية في الحركة الله اخذ بايه؟ بناصيتها. الناصية مقدم الرأس، شوية الشعر اللي بنسميهم زمان كنا نسميها ايه القصة. يمسكوا كده لما تيجي تشيل واحد تمسكه من ايه؟ من قصته كده وتجرجروا كده يؤخذوا بالما ايه؟ يعرفوا المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والاقدام. وفي آية تقرأ لنسفعا بالناصية اللي هي مكان الشرف لجرجان كده على مين؟ ما من دابة الا هو آخذ بايه؟ بناصيتها. ان ربي على صراط مستقيم. قال لك يمكن يقولوا ان هم ما يقدروش يسلطوا عليه مثلا كلاب متوحشة يسلطوا عليه مثلا يجيبوا شوية حيات شوية تعابين ويحطهم له في الفراش بتاعه ويموتوا ومش قادرين يعملوا حاجة يجيبوا حاجة. قال لك لا اوعى هتلجا الى ما من دابة الا هو آخذ بايه؟ بناصيتها. ان ربي على صراط مستقيم. هناك ربي وربكم وهنا قال ان ايه ربي.
ليه؟ لانهم قد حين في حكايه الربوبيه دي ففي السيطره قال ربي وربك، انما على صراط المستقيم وعلى عداله قال به ربي ما شاء الله، لانهم لهم ارباب تاني، ارباب متفرقون خير عن الله وايه الواحد القهار. وهي على صراط المستقيم دي بقى ربنا على صراط، ده هو يطلب مني ان نكون ايه على صراط المستقيم، ايطلب مني ان نكون على صراط المستقيم وحكمه في كونه لا يكون على صراط المستقيم؟ لازم قبل ما يطلب منا اننا نكون على صراط مستقيم يبقى لازم حكم ايه؟ لان ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها، دي منتهى القهر، منتهى القدره، منتهى السيطره، وان شيئا لا يفلت منه، لان مع ذلك العداله ديدنه على صراط المستقيم. مش 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 القهر ده بيستعمله في الظلم، ان ربي على صراط ايه؟ مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به. إن تولوا خطاب لمن؟ إن كان خطاب لهم يبقى إن تولوا يعني إن تتولوا، وعندهم في اللغة إذا فعل ابتدأ بتاءين يقتصر فيها على إيه؟ على تاء واحدة. يعني أنت إيه؟ إن تتولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، يعني لا عذر لكم عندي. لأن الله سبحانه وتعالى ما كان الله ليعذب أهلها وأهلها غافلون، لازم إيه؟ ينبههم، وإحنا بلغنا. ولا فإن تولوا، ده خطاب له. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به. يعني الله يقول له إن تولوا قل لهم أنني بلغت ما إيه؟ ما أرسلت به. ويستخلف ربي قوما غيركم. يستخلف ربي قوما غيركم، أي لا يقفون من المناهج ولا من الرسالات هذا الموقف الذي تقفونه. والاستخلاف أن يوجد قوم خلفاء لقوم، الخلفاء إما أن يكونوا عادلين وإما أن يكونوا غير، فخلف من بعدهم إيه؟ خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات إلى آخره. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين دون الصالحين. إذا الاستخلاف يقول كذا، وفي آية أنتم لا تدعون لتنفقوا إيه؟ في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل إيه؟ فإنما يبخل على نفسه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولا تضرونه شيئا. ليه؟ أم قال لك لأن منهج الله الذي ينزله على خلقه لصلاح عباده. ليه؟ لأنه خلق الخلق أولا بكل صفات الكمال فيها، ما خلقش إلا وله صفات الكمال، وما دام له صفات الكمال يبقى إحنا مش هنزيد له وصف من الأوصاف أو نسلبه وصف من الإيه؟ من الأوصاف. ولذلك نأتي للمتمردين على عبوديتهم لله الكفار، ونأتي للمتمردين بالمعصية لهم إنكم ألفتم التمرد، يعني متدربين على التمرد، كفرتم وفي دي بقى أكبر من دي حاجة، يبقى متمردين ولا غير متمردين؟ متمردين. طب مدام كده بقيت متمرد على التمرد في القمة كده وكفرت لله، أو متمرد على الحكم فعصيت الله، طب ما يجي كده لما تيجي تمرض ما تتمرد على المرض كده وتقول لا مانيش عيان، طب حميوتك نقول مانيش، ما انت واقع التمرد، طب اشمعنى دي بقى ما تمردتش فيه؟ يبقى مأخوذ بنصيتك ولا لا؟ انت متمرد فيما لك فيه اختيار، وانما ما ليس لك فيه اختيار فلا تمرد، فان كنت قد عرفت التمرد فتمرد على احكام الله القهرية لك. ربنا عايز يوقف القلب يقول له لا يا قلب ما تقلش، ربنا عايز يكتم النفس يقول له لا ما تنكتمش، ما انت متمرد. ولا تضرونه شيئا، ان ربي على كل شيء حفيظ رقيب، لانه قيوم، لانه ايه؟ قيوم، قائم على كل امور كونه. الفلاسفه بيقول لك لا صحيح ربنا خلق الكون وخلق المواميس وخلق القوانين ومش عارف ايه، ثم ترك القوانين تعمل ايه؟ عمل. اقول لا، تلك صفات الخالق القادر، واين صفات القيوميه؟ ده قيوميه يعني قائم على كل نفس بما ايه؟ ولذلك يقول لنا ايه؟ لا تاخذه سنه ولا نوم. كانه بيقول لعبيده نام انتم
وارتاحوا علشان ربكم ما بينامش لانه قيوم. ولا تظنونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء امرنا صراحة تسمع ولما جاء امرنا تعرف ان فيه امر وامر مطاع، مش ولما جاء تنفيذ امرنا، ده مجرد صدور الامر يجي التنفيذ. ليه؟ لانه يامر ما له قدره على تنفيذه. ولذلك يقول لك ايه، واذنت لربها وحقت. اذنت يعني بس سمعت، بس ساعه ما اذنت سمعت تنفذ اللي ايه. لما جه اراد الله سبحانه وتعالى ان ينجي موسى من التذبيح اللي كان بيعمله فرعون، ماذا قال لامه؟ اذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجعلوه من الايه. طب قل لاي ام كنت خايفه لحد يجي يموته ارميه في البحر؟ بالله تصدق الكلام ده؟ ما تصدقوش. ليه؟ لان يمكن واحد يجي يموته دي مظنونه، انما ترميه في البحر ده ايه؟ موت محقق. تبقى تنجيه من موت مظنون بموت محقق؟ ما ينفعش الكلام ده. لكن ما استقبلت الكلام ده وعملت ولا ما عملتش، مما يدل على انها لم تتردد في تلقي الامر. ما قاسيتش الامر بمقاييس البشر، قال قاست الامر بمقاييس الالهام اللي ربنا كذبه. طب وايه اللي هي يوحى اليها برسول ده الهام؟ ام قال لك الهام وارد من الله لا ينازعه شك ولا شيطان. يعني مين؟ ثم يشرح ذلك في قوله أوحينا إلى أم موسى إلى آخره، إذ أوح في آية ثانية، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. بيقول له وبعدين انتهى منه كده الأمر ليه؟ شوف الأمر للبحر بقى، فليلقه اليم بالساحل، ده أمر ثاني. يعني قال لها ارميه الطفل بتاعه وارميه في البحر، وبعدين افضل امر ليه؟ البحر. قال فليلقه اليم بالساحل. يبقى مجرد اصدار الامر منفذ ولا مش منفذ؟ ليه؟ لانه امر من قادر على الايه؟ على الانفاذ. فلما تقول ولما جاء امره، قال هناك في سوره نوح، في قصه نوح، ولما جاء امره وفار التنور، مش كده؟ امره بعذاب المخالفين، وبرضه هنا لما جاء امره بعذاب مين؟ بعذاب الايه؟ المخالفين. ولما جاء امرنا بالعذاب للمخالفين، طب هيعذب بايه؟ بشيء في ذواتهم بحيث ينتج في كل ذات، ام بشيء عام وقضيه عامه تعم المكذب وتعم المصدق؟ لانه لما يجي ريح صرصر ولا صيحه ولا طاغيه ولا تبقى المين؟ ده مش من ذاتهم، ده من خارج عنهم. وما دام من خارج عنهم ومعهم من لم يكذب باهوت، يبقى ازاي الحكايه تمشي؟ قال لك اهيب العظمه بقى، الشيء عام، ان كان ريح صرصر، ان كانت طاغيه، ان كانت صيحه، ان كانت رجفه، تبقى للكل ولا لا؟ فكيف يتاتى انها تروح بس لمين؟ للمكذب؟ أم أنك ساعة ما تيجي الصلحة الشديدة تروح خرق ودانه، إنما ما تخرقش ودان التاني. ليه؟ لأن اللي موجه الصيحة قال لها تعالي تعلمي ده فلان وده فلان، ده ما تروحيش ناحيته، ودي أمر عام. إزاي الكلام ده؟ يبقى صيحة موجهة ولا مش موجهة؟ أم قال لك الصيحة الموجهة. ولذلك لما جه الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن قصة الفيل، قال ايه في قصة الفيل؟ قال بطيب ابابيل ترميهم بحجارة من سجين. يوم يجوا بقى المتفلسفين اللي عايزين يعني يسهلوا المسألة على ربنا، يقول لك ده اصله كان طاعون، ده ميكروب. ده ايه؟ ده ميكروب. يقول له طيب يا سيدي ميكروب، طب الميكروب اللي انت بتقول عليه ده، ده الميكروب ده بده حضانة، يعني يدخل الجسم ويقعد ايه؟ مدة طويلة كده، انما بمجرد ما تنزل كده الميكروب يروح عامل مكعبات في المأكول. ميكروب ايه بقى؟ يبقى مش ميكروب، العب كده. طيب وإذا كان طاعون، الطاعون
الطاعون ده عنده تمييز بين المؤمنين وبين الكافرين، يجي بس للجماعة طول أبرها ويندي قريش يبقى طاعون انت شكله، يبقى طاعون موجه ده ولا ايه؟ ايه الحكاية دي؟ يبقى نقول له لا، العظمة في أخذ الإله ان هو يأخذ بشيء واحد ولكنه ينجي المؤمن وإيه؟ ويعذب الله، ده العظمة. ولما جاء أمرنا، والشيء احنا قلنا ان الشيء الواحد عشان ما يبقاش فيه ناموس حاكم الكون لا بدون قدرة مسيطرة عليه، نقول له مثلا ايه مثلا؟ يقول لك المتنبي مثلا، يقول لك يا اخي المسألة دي العجيبة دي ازاي؟ طب خلي لون مثلا يقعد في الشمس زي لون اسود مثلا يقعد في الشمس، قعده في الشمس يعمل ايه؟ يحصل له ايه؟ يضرب ويبيض مش كده؟ طبعا قوي. طب واحنا وجوهنا لما تلفحها الشمس يضربها ايه؟ تسود. طب اشمعنى دي بتسود وده بايه؟ دي بيض، لان الله يريد لهذه ان تسود وهذه ان تبيض، والفاعل واحد انما القابل مختلف. القابل ولذلك يقول ايه؟ تسود الشمس مما بيض او جهل، وما تسود بيض العذر واللمم، الشيء اللي ما بتسودوش. طب هي بتسود والشبه ما بتسودش الايه؟ الشبه الابيض ليه؟ وكان حالهما في الحكم واحدة لو احتكمنا من الدنيا الى حكمين. يبقى هي مش دنيا، هي رب دنيا اعلى منها. نعم. الله يفتح عليك. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. اوعى تقول ازاي نفدوا من العذاب الجامع والعذاب العام، ده هي الرحمة. ايه الفرق بين الرحمة يعني ايه؟ الرحمة ان لا يمس الداء، والشفاء ان يعالج الداء. ولذلك يقول لك القرآن ينزل فيه ايه؟ شفاء ورحمة. شفاء للي عنده داء، واللي ما عندوش يمنع عنه الايه؟ يمنع عنه الداء. برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. تبقى النجاة الاولى من العذاب، من الريح الصرصر، من الصيحة، من الطاغية اللي جات لهم دول، والعذاب الغليظ اللي فين بقى؟ الاخرة. ليه غلظوا جاي من ايه؟ لان غلظ الشيء يعطي له المتانة والقوة، والعذاب في الدنيا موقوت بعمر الدنيا، والعذاب في الاخرة موقوت بلا نهاية من الايمان. يعني يبقى عذاب غليظ ولا مش غليظ؟ عذاب غليظ. والعذاب الغليظ على قدر ما يستوعب من الحكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما ملك واحدا بضعة واحدة بالعقد، هي ايه؟ نفعية مطلقة ولا نفعية متصلة بالعفة والعرض؟ ولذلك واخذنا منكم ميثاقا غليظا. مكنك من ايه؟ مكنك من عورتها، مش مكنك من نفعيتها العامة. لا، يبقى عقد ايه؟ عقد غليظ. ولما جاء امرنا اي بالعذاب نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة منا ونجيناهم ايضا من عذاب غليظ. وكان نجاتهم من العذاب في الدنيا الموقوتة بشارة ومقدمة الى انهم ينجوا من العذاب الايه؟ من العذاب الغليظ. وتلك عاد. تلك عاد اشار الى مؤنث، هي عاد مؤنثة. طب قال وبعدين جحدوا، لو ان الكلام يعني بشر بيتكلم كان يقول وتلك عاد جحدت بآيات ربها، إنما قال هنا وتلك عاد جحد بآيات ربي. شوف العدول عن الله، لأن ربنا بيتكلم. تلك عاد يعني ديارهم وآثارهم، ما كانوا انتهوا هم وخلاص، إنما جحدوا للمكين. يبقى تلك للمكان، وجحدوا للي كان إيه؟ للمكان المكين. لأن عاد إما أن تطلق على المكان والمحل، وإما أن تطلق على الذوات اللي كانت في المكان أو في الآية. فإذا ما أشار من تلك، ولما أقول ما نقولش جحدت، لأن الديار دي ما جحدتش، إنما جحد أهل مين؟ أهل الديار. أجحدوا ولا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. جحدوا بآيات ربهم، والآيات جمع آية، والجحود النكران، النكران مع قوة الحجة والبرهان.
جحدوا، ولذلك هناك وقول الحق سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بآيات ربهم جمعان، واحنا قلنا ان الآيات تطلق بإطلاقات متعددة، إن كانت آيات الدلالة على وجود الواحد الأحد، الآيات الكونية اللي في الكون، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته منامكم بالليل، ومن آياته أن خلقكم مش عارف إيه، ومن آياته ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، كل دي آيات إيه؟ آيات كونية. تلفت إلى إيه؟ إلى أننا لو أعملنا عقولنا وأدركنا عظمة الصنعة وإبداعها لالتفتنا إلى أن صانعها إله حكيم. تبقى دي آيات، وهناك آيات أخرى إلى لقاء الآخر إن شاء الله.